بيكم أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني ومعانا الفنانة الجميلة زينة عبد العزيز. خلونا نرحب بيها. ازاي حضرتك؟ الحمد عاملة لله. ايه؟ الحمد لله مبارك. تمام، منورانا منورانا. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. قولي لنا بقى كده، انت ايه اخر اعمالك اللي انت عملتيها، وايه الحاجات اللي انت هتعمليها؟ ماشي. الاعمال اللي انا عملتها، عملت فيلم اسمه جمرة ابناء مع الفنان احسان ترك، وعملت واخراج هاني شيخون وانتاج برضو هاني شيخون، وعملت مسرحيه اسمها المزار، وعملت مسرحيه اسمها اهل الحاره، وشغاله في مسرحيه الجديد دلوقتي فيها اسمها لاكرونيا لاكرونيا، دي بتتكلم عن الكورونيا واحداث البلد وكده. يعني دي فيها مين؟ فيها مين؟ فيها الفنان احسان ترك، معاها المطرب خميس شعبان عبد الرحيم، والمطرب اسامه غالي. طب حضرتك شايفه، هل الفن له تأثير على سلوك المجتمع والشباب دلوقتي؟ طبعا الفن له تأثير. طب تأثيره بقى حضرتك من وجهة نظرك إيجابي ولا سلبي؟ هو في إيجابي وفي سلبي. ناخد الإيجابي بتاعه ولا ناخد الإيجابي الأول وبعدين ولا ناخد السلبي الأول وبعد كده الإيجابي؟ لا، خلينا نبتدي بالإيجابية. أوكي. الإيجابي بتاعته، زمان كانت الفنانة أم كلثوم، الفنان عبد الحليم، الفنان صباح، الفنان فريد الأطرش، كانوا بيعملوا حفلات لجمع تبرعات لدعم الجيش، لدعم الجيش، وكانوا بيعملوا طبعا كان ليهم ادوار مهمه جدا، وكانوا بيرفعوا معنويات الشعب في الحروب برضو، في كل الحاجات دي كان لهم كل دوت ايجابيات من بعض الفنانين. مزبوط. من ضمن الفنانين اللي كانوا بيعملوا ايجابيات، ان كان في ايجابيات لل اغاني وطنيه بتحمس الشعب. طب انت شايفه دلوقتي في الفتره اللي احنا فيها دي الدنيا مختلفه شويه؟ طبعا مختلفه كتير جدا. يعني لسه التاثير ايجابي ولا اتغير؟ لا لا لا، اتغير كتير، بس برضه في ايجابي وفي سلبي، مش كله وحش. بس احنا مشكلتنا بقى ان نرجع للسلبي بقى. ان السلبي دلوقتي البلطجه كتير بقت، والمجرم دلوقتي بقى بطل، بقى بطل في الادوار اللي بتحصل ليه، وشايف نفسه بطل. بس في ناس بتاخدها بمنظور تاني، ان الفيلم مثلا لو فيه بلطجه او ان المجرم بلطجي، هو بيشرح لك الحقيقه يمكن اللي احنا عايشين فيها، وبرده ممكن يكون بيدينا ان هو ان احنا ازاي نتجنبها، وبيورينا برده سلبيات الموضوع، فاحنا برده بيدينا صوره ان احنا نتجنبه. هي فعلا حقيقه وكل حاجه، بس برده بقى في نقطه برده، مثلا لما بتكون مثلا تيجي تعملي دور زي مثلا مسلسل مثلا اللي حطت جوزها في البانيو ومش عارف أيوة ايه، هم برضو بتوصلوا المعلومه ان ازاي حصل وازاي تعمل، فبرضو الموضوع احنا فعلا سمعنا بالفعل ان بعد الحلقه دي في حوادث، في حوادث كتير زي دي حصلت. ومعظمها بتيجي عن طريق المسلسلات اللي بتتذاع او الافلام اللي بتتذاع. هي ممكن ان هي كويسه ان احنا نتجنب ده، هي كويسه وكل حاجه، بس بتيجي بقى الصوره بتبقى سلبيه، ان هم بيتاثروا طبعًا دلوقتي الشباب، لان احنا الفكر الاطفال كمان الفكر الاطفال بتتفرج على ما هرجع لحضرتك برضو الموضوع الاطفال دوت في الايجابيات. الفكر بتاع المجتمع مننا، في بعض فكر المجتمع سلوكياته مش حلوه، فهو بياخد الجنب السيء وبيحاول يتعامل عليه. طب انت شايفه ان احنا ممكن نغير ده ازاي؟ والله العظيم هقول لك حاجه، دلوقتي احنا في رمضان اللي فات كان في حاجه حلوه قوي، المسلسل بتاع الاختيار كان جميل جدا. طبعا كان مسلسل عظيم جدا. طبعا المسلسل ده انا في حاجه شفتها كده كانت جميله جدا على السوشيال ميديا، ان الاطفال الصغيره بتحارب زي الشهيد احمد المنسي، وتاثروا بيه، اثر عليه، وبداوا فعلا بالطبع يعملوا فيديوهات وينزلوها على التيك توك. احنا كده كمان في النقطه دي، احنا بندي للاطفال، بنديهم دافع لحاجه، ان هو حفاظ عن الوطن، عن الارض، عن العرض. فانت بتزرع جواه من الفن الايجابي، بتزرع جواه حاجه حلوه. احنا بنشكرك جدا، وحابه تحبي بس تقدمي ايه للناس في بدايه السنه الجديده؟ رساله اخيره ليهم. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله السنه دي تبقى سنه حلوه علينا، وحبوا بعض، وكلنا نحب بعض. دي الحاجه اللي انا اتمناها. يعني نورتينا حبيبتي، ميرسي جدا، ميرسي قوي. ان شاء الله.